أهلا بكم. تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية في شهر أيلول من كل عام بعيد ميلاد والدة الإله الكلية القداسة، حيث احتفل أبناء الرعية في كنيسة والدة الإله للروم الأرثوذكس في منطقة جبل التاج بقداس إلهي ترأسه سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الروم الأرثوذكس في عمان وتوابعها، بمعاونة الأب ثيوذوريوس حداد راعي الكنيسة وعدد من الآباء الكهنة، وبمشاركة شبيبة وجوقة الكنيسة وجموع المؤمنين. وتحدث سيادته في عظته عن قدسية هذا اليوم الذي ولدت فيه السيدة العذراء، والتي من خلالها تمت البشارة لخلاص البشرية، داعيا الجميع من أجل الصلاة لسلام وخير نفوس البشرية جمعاء. منعيش الحدث، ونحن اليوم منعيش ميلاد أمنا الفائقة القداسة اللي أجت من خلالها البشارة والفرح لكل العالم بتجسد الإله الكلمة. فرح كبير اليوم في قلوبنا وفي نفوسنا وفي كنيستنا وفي العالم أجمع، لأنه أمنا الفائقة القداسة اليوم بتنولد حتى تجيب لنا المسيح الرب والمخلص. اليوم القديسين الأجداد يواكيم حنة والديها، بصير عندهم فرح لأنه أخيرا يلد ابنة قديسة هي والدة الإله. اليوم فرح بيكون في السماء مع الأرض، لأنه حتى الملائكة اليوم بتمجد ربنا لأنها بتشوف ولادة أمنا الفائقة القداسة والدة الإله. وألقى الأب حداد كلمة ترحيبية بسيادة المطران، شاكرا له مشاركته أبناء الرعية هذه الاحتفالية وترأسه لأول قداس له بعد تسلمه العصا الرعائية، متمنيا لسيادته فيضا من البركات السماوية وأن يمده الله بالمعونة والحكمة، مقدماً بعدها قدسه هدية تذكارية لسيادته كعربوني محبة وامتنان. وأقيم في ختام القداس زياح لأيقونة والدة الإله، حيث سار الموكب في دورة حول الكنيسة بمشاركة معزوفات مجموعة كشافة القديس نيقولاوس وجموع المؤمنين. وفي الختام التأم الجميع في قاعة الكنيسة بلقاء محبة مع سيادته والآباء الكهنة.